هذا يسأل عن حكم الساحر والعلاج عنده. الساحر كافر، الساحر كافر بدليل قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، والملكان يقولان لمن جاء يتعلم السحر يقولان له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر كفر والساحر كافر، ولا يجوز العلاج عنده والذهاب إليه. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والساحر أشد من الكاهن، الساحر أشد من الكاهن، فلا يجوز الذهاب إلى السحرة والعلاج عندهم. الله أغنانا بالعلاج المباح، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. عندنا الرقية الشرعية من الكتاب والسنة، عندنا الأدوية المباحة، عندنا العلاج في المستشفيات عند الأطباء، فما نحتاج إلى السحرة يفسدون علينا ديننا ويفسدون عقائدنا. يجب محاربتهم والتحذير منهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد